لما تصحي من النوم على تليفون ان في ضيوف جايالك وانت حرفيا مش عامله حسابك وما عندكيش حاجه. هقول لكم انا اتصرفت ازاي. اول حاجه كده بفكر فيها، بفكر ان انا اعمل حاجه تكون سهله وما تربكنيش وتوترني، علشان كده افضل نفسي وكمان اقعد مع ضيوفي، مش هقضي اليوم وهم قاعدين لوحدهم وانا كمان في المطبخ. فدورت على الاكله اللي تتعمل وكمان تتساب يدوبك على التسخين كده وتبقى كمان حلوه ولذيذه وتعجب. بقى عن التوتر وعن الربكة، انا دايما كده بسيب حاجة احتياطي في الفريزر اخليها لاي ظرف طارئ او كمان لاي ضيوف من ضيوف الغفلة. بدأت كده بالرز. الرز انا بعمله بالطريقة دي وبينجح معايا 100%. بشوحه. التشويحة يا جماعة اللي في الاول دي بتاعة الرز والشعرية بتديله فلفلة حلوة قوي. وكمان كان عندي كيس لحمة كده اللي انا بقول لكم عليه بسيبه عندي احتياطي، علقت عليه كده النار شوحته تشويحة لان هي لحمة ضاني كمان بتاخد يعني سوى شوية، فشوحتها كده في الدهون بتاعتها اللي بتنزل منها وغطيتها بالمية بعد ما خدت لون حلو وسبتها على النار. دي بدأت بيها. وبعد كده الرز شوحته كده وفلفلته علشان يبقى حلو في شوية زبدة مع شوية زيت، وابتديت احط عليه المية بتاعته وركنته كمان هو على جنب. وكمان قلت لازم اعمل كده سلطة او حاجة مخللة، فحرفيا ما كانش عندي حاجة السلطة. طب هعمل ايه؟ كان عندي نص كيلو من البتنجان ده قلت اخلله، ما هو لا يبقى سلطة ولا كمان حاجة تفتح النفس كده مخللة، لا ازاي. فانا قلت ايه، اعمل البتنجان. فحمرته كده في الزيت، كان عندي كده الطاسة جهزتها وسخنت زيت ونزلت في البتنجان، وبعد كده عملت الفلفل برضو قليته. قلت الحاجات دي كده تتركن على جنب، الرز اوطي عليه واللحمه كده اوطي عليها عقبال ما اعمل البتنجان على السريع كده واعمل له خلطه سريعه. الخلطه السريعه دي انا بعملها في الخلاط، انا مش لسه بقى هدق توم وكده. مسكت الخلاط وحطيت فيه كده 4-5 قرون من الفلفل الاحمر مع فلفل رومي احمر برضو، وعملت الخلطه الجباره دي ومعاها توم وخل وليمون والحاجات الحلوه بتاعتنا دي بقى كده، وحطيت كمان معاها ملح وكمون وضربتها كده في الخلاط، اتضربت ضربه محترمه. وجيت على البتنجان بتاعي عقبال ما عملت الخلطه، بصوا انا عايزه اقول لكم بقى، يعني لما بيكون حد جاي لنا بتحسوا سبحان الله في بركه كده في العمل، وتحس ان انت شغاله على كل العيون بس بتبقى حلوه. يعني مش هقول لكم ربكه بقى وتوتر وكده، لا انت بتعملي الحاجه وانت فرحانه لما بيبقى العزومه حلوه كده ويعني دمها خفيف على قلبك. المهم جبت بقى علبه قلت علشان احط الخلطه كده في البتنجان واحطه في التلاجه شويه ما يبقاش سخن، وكمان يلحق يتبل شويه عقبال ما اخلص اكلتي. على فكره لغايه دلوقتي انا بسلق اللحمه وما قلتش هعمل ايه، بس بجد يعني انا فكرت في اسرع واسلم حل بالنسبه لي. المهم كل ده لحمتي لسه بتستوي على النار، انا عايزه اسويها سوا حلو لان اللحمه زي ما قلت لكم ما بتستويش، بس ما كانش عندي حرفيا غيرها، يعني هي دي كانت الحل الوحيد اللي قدامي ومش عارفه اعمل ايه. وطبعا نزول سوق انا ما كنتش هنزل لاني يعني مش عايزه بقى ايه يبقى تعب نزول وتعب عمايل وكده، قلت لا انا كده افضي نفسي اليوم ده علشان ابقى قاعده ايه مع ضيوفي كده رايقه يعني. المهم عملت كده ولقيت كده كام طماطمايه كده في الثلاجه، هم جامدين بس يعني ايه مش قوي، بس قلت ايه انا هعملهم بالخلطه كده بتاعه البتنجان دي، لان انا كنت عامله كميه خلطه كبيره على نص كيلو بايه بتنجان. والفلفل لو تلاحظوا انا حطيته في العلبه من تحت علشان الخلطه كده تبقى عليه ويبقى ايه حلو. يعني الفكرة اللي انا فكرتها في الاكلة دي اسلم حاجة جنبها بصراحة، واحلى حاجة البتنجان والفلفل بتبقى تحفة ورهيبة. المهم جبت كده الطماطم زي ما قلت لكم وقطعتها كده زي شرايح، وهبتدي احط معاها ايه الخلطة، وهحطها برضو في العلبة بتاعت البتنجان. لسه كل ده انا ما بدأتش في الاكلة الاساسية اللي انا هعملها جنب الرز والبتنجان، متهيألي يعني رز وبتنجان وكده يعني حاجة احنا عارفينها وبنحبها كلنا وبتبقى حلوة، وبعدين انا عارفة ان الضيوف بيحبوها قوي فعشان كده عملتها لهم. المهم وبيني وبينكم يعني هي كانت اسهل حاجة بالنسبة لي هجيبها وهعملها. يعني عملت كده وحطيت بقى غطيت العلبة دي وحطها بقى كده في التلاجة لغاية ما اشوف اللحمة بتاعتي. اللحمة بتاعتي طولت بجد، بس عايزة اقول لكم لما تديها غلوة كده وتطفي عليها وبعد كده تشغلي عليها النار تاني بتفرق قوي في تسويتها، ولما كمان بتغطيها. المهم يعني
انا عملت كل حاجه زي تتخيلوها، وحطيت كمان معلقه ستانلس جوه حله اللحمه علشان تسرع عمليه السوى، لان انا مش مستعجله بس علشان اقعد مع ضيوفي او كده، لا انا كنت كمان مستعجله لان انا عايزه اقعد كده. يعني اي حد مننا لما بيجي له ضيف بيبقى عايز كمان يهتم بنفسه كده ويجهز قعده حلوه وركن حلو يقعدوا فيه يشربوا حاجه، هو مش هيبقى غدا وبس يعني. المهم بدأت بقى في الأكلة بتاعتنا على طول اهي. عملت ايه؟ جبت بصلاية كده صغيرة بشرتها لاني ما كنتش حابة البصل يبقى باين فيها، وابتديت اصفرها كده، مش هغمقها علشان يبقى طعمها حلو. طيب انا دلوقتي ببص في الفريزر ما عنديش خضار، طيب ايه الحاجة اللي ممكن تسعفني في وقت زي ده؟ الحاجات اللي هي المجمدات والحاجات دي، الملوخية بنحبها، بس الملوخية طبق جانبي ممكن اعمله جنب اكلتي دي. بس انا فكرت بقى اجيب ايه اجيب ايه، قلت خلاص بقى ما بديهاش، انا هبعت كده بتليفون وهجيب من السوبر ماركت اكياس زي ما بجيب ملوخية بسمة وكده، انا هجرب البامية. بيني وبينكم هي دي كانت اول مرة اجرب فيها البامية اللي هي المجمدة، فقلت هجيبها بسمة زي ما انا متعودة بجيب الملوخية، قلت هجيبها بسمة وهجربها واكيد هتبقى حلوة يعني. المهم وهقول لكم دلوقتي عجبتني ولا لا. اللي وصل بقى معايا لغاية هنا يحط بقى اللايك بتاعه ويشترك معايا في القناة ويكتب لي كده في الكومنتات ايه رأيكم في التصوير، ايه اللي عجبكم في القناة وايه اللي مش عجبكم، ولو عندكم نقد انا على فكرة بسمع كل الاراء وما عنديش اي مانع لو حد ينتقدني، ادام بنتكلم مع بعض بادب وباحترام فما فيش اي مانع ان انت تنتقدي، ممكن طريقتي مش عاجبك، تصويري مش عاجبك، ايا كان نقدك انا قبلية يا ستي مادام باحترام. فبسمع كل الكومنتات وبقراها كلها وبرد عليها كلها، فمستنيه رايك في القناه، ولو حابه حاجه معينه اعملها لك برضو اكتبي لي. المهم يعني ما تنسيش بعد كل ده تحطي اللايك بتاعك، تمام، عشان ما تتاخديش معايا في الكلام وتنسي اللايك. المهم حطيت بقى، طلعت اللحمه هي خلاص استوت بنسبه 75%، فشلتها وخليتها تكمل سواها في الصلصه اللي انا عملتها دي. طبعا قرن فلفل برده مع الطماطم والصلصه في الخلاط كده، وضربتهم كويس كده عشان يدوني لون حلو، وابتديت بقى انزل بالباميه. عملتها معامله الباميه الخضراء اللي هي ايه، ان انا مش هلمسها، يعني الباميه لما بتتعمل وبتيجي تتحط في التسبيكه انت ما بتحطيش بقى معاها معلقه ولا بتحطي، بصوا انا حتى يعني بحرك الحله كده علشان ما احطش فيها معلقه، ليه بقى؟ علشان تبقى قوامها حلو. المهم سبتها كده تاخد اول غلوتين، وبعد كده اي اضافات احط بقى المعلقه براحتي عادي. انا كنت عامله بقى راس توم كده دقاها وحاطه لها كزبره وشويه فلفل اسود وشويه ملح، بس مش اكتر من كده، وهبتدي احطهم على الباميه بتاعتي بعد ما خلاص ما تاخد كده غلوتين على النار وتحس ان الباميه بتاعتك استوت. حاجه كمان بتعمل لي طعم وريحه في الباميه خرافه بجد، الفلفل الاخضر ده. جبت كده قرون، كان عندي فلفل من البلدي ده، شلت كده العنقود الاخضر بتاعه وبنزله صحيح زي ما هو في الباميه، بيدي طعم وريحه حلوه جدا. المهم حطيته وقلبت بقى، مش عايزه اقول لكم على الريحه طبعا اكيد واصله لكم. المهم حطيتهم كده وابتديت اغطيها وسبتها برده تكمل بقى غلوتين ثلاثه كده مع الفلفل والثوم، وعايزه اقول لكم كانت حلوه جدا. قولوا لي رايكم ايه في العزومه السريعه دي بسرعه كده، واشوفكم على خير.